اليوم احنا اليوم فرحانين الاعلان من القصر الملكي بفوز المغرب رفقة الملف المشترك ديال اسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم 2030، واحد الحلم اللي راود المغاربة منذ سنين عشنا معه وكبرنا معه من الصغر. اليوم هو كيتحقق. اليوم الدور على المسؤولين ديالنا انهم يكونوا في مستوى الحدث، وكنبغي نشير كأحد ساكنة مدينة أكادير الفاعلين ان اليوم الحمد لله مدينة أكادير جددت البنية التحتية ديالها وتقدر تواكب هذا العرس ان شاء الله اللي كنتمناو ان تاخذ النصيب ديالها. كنعرفوا جميعا ان مدينة أكادير هو الوسط الحقيقي للمملكة، وهذا خطاب ديال جلالة الملك، الوسط الحقيقي اللي كيربط الشمال بالجنوب بالصحراء المغربية. كنعرفوا كذلك ان المدينة كتوفر على واحد البنية تحتية. كنبغي نذكر بالقوة ديال الفنادق ديالها واستقبال السياح على مدى سنوات كبيرة وكبيرة بزاف. هذه التجربة هذه كتخول المدينة انها تكون في المستوى ان شاء الله. كذلك كما قلت كاين برنامج التنمية الحضري اللي اعلن عليه جلالة الملك 2020-2024، اذا فمدينة اكادير على اكثر تقدير في 2025 غتكون واجدة بنية تحتية متجددة، طرق جديدة، فنادق متميزة. كيبقى الدور على الجنبات ديال ملعب ادرار وملعب ادرار بصفة عامة. كنتمنى ان المسؤولين يكونوا في حجم الحدث ويخرجوا لنا معلمة رياضية اللي خصها تجديد. كنعترفوا انها خصها تجديد بخصوص بالضبط الجنبات ديال الملعب والطرق المؤدية للملعب وكذلك الملعب لما لا تغطيته. وكنتمناو ان مدينة اكادير تنال هذا الشرف هذا اللي غادي نكونوا فرحانين بزاف بزاف، لانه غادي ينعكس على الساكنة اجتماعيا واقتصاديا. وكنبغي ناكد ان مدينة اكادير مستعدة ان تكون في قلب الحدث وتنظم الحدث على اعلى مستوى. أكيد نحن كصحافة محلية منتمية لمدينة أكادير ربما أكادير ستؤتت بهذه المنافسة وبهذه المناسبة العالمية التي ربما ستكون وستعطي إضافة للمنطقة وللجهة ككل على مستوى ربما ملعب أدرار. الكل يعلم هذه المعلمة التاريخية وهذه المعلمة الكبيرة وهذه المعلمة الرياضية التي أصبحت من تنافس الملاعب الكبرى دوليا، وأصبحت هذه المعلمة كسبت الرهان من خلال المدرجات ديالها، من خلال ايضا الموقع ديالها الاستراتيجي. ربما سيكون العائق حاليا هو المحيط ديال الأدرار، ولكن في اطار التهيئة بطبيعة الحال ديال المجلس البلدي وبالشراكة ديال المجموعة ديال الشركاء في اطار التهيئة الجديدة، سيكون بطبيعة الحال المشكل مجرد مشكل بسيط سيتم تحله وسيتم فكه في اقرب الاوقات. وبالمناسبة اتمنى كل التوفيق المنتخب المغربي ولكاتبة بطبيعة الحال إن بقي السي وليد الركراكي حتى 2030. بالمناسبة أود أن أتمنى كل لهم كل التوفيق وكل النجاح في مسيرتهم الكروية ومسيرة بطبيعة الحال المغرب على مستوى التنظيم وعلى مستوى الهيكلة البشرية والتنظيمية وحتى اللوجستيكية.